صباح الخير مشاهدينا، صبحكم الله بكل خير. حلقة متنوعة من الفقرات نقدمها لكم من شمس البحرين، وأكيد في البداية أصبح على زميلتي خديجة. صباح الخير. صباح الخير حمد. يوم شلونك اليوم؟ والله اليوم يوم حلو، صباح حلو جميل. صباح شلون؟ جاهز للحلقة؟ اي جاهز للحلقة. واليوم الومضة عندك حمد صح؟ صحيح. يلا شو تقول؟ ومضاتنا اليوم تقول لا تنتظر أحلام لتصل لك، بل اذهب لها بقدميك. ايش رأيك؟ صح الكلام. في ناس وايد تحلم وتبي تحقق أمانيها وتبي توصل لأهدافها، لكن هي قاعدة في مكانها وما تسعي أن هي تتحرك. تحقق الحلم، والحلم ما يتحقق كذي. الحلم لازم أنك تشتغل وتفشل وترد مرة ثانية وتشتغل، يعني أكيد وايد يعني تراي ان ايرور يعني. اي أكيد. وأمس تكلمنا أن الشيء اللي يجي بسهولة يروح بسهولة، فيعني لازم نسعى ونزيد الجهد ونزيد الطاقة علشان نحصل اللي نبيه. صح. حمد الحين بنتكلم عن القهوة. الله. أنت قلت لي شلون صباحك؟ أنت شلون صباحك؟ تبتدي بقهوة ولا لا؟ أبتدي بقهوة، لكن ما أحاول أكثر، لأن القهوة كل ما تزيد يعني المعدل إنك تشرب قهوة يكون يتحول من إنه هو مميز أو له فوائد إلى يصير فيه له سلبيات، فأحاول إنه كوب واحد في اليوم، كوبين إذا أنا كثرت بالقهوة. وشنو نوعية القهوة اللي تحب تشربها؟ دائما تكون قهوة سادة، أو أن تكون الحركات الجديدة ذي فن حلوة صراحة. القهوة الباردة كذي فوقها أشياء حلوة كذي، الحركات الجديدة إيه تطعم يعني القهوة أكثر. فمن كذي مذاق القهوة وخصائصها على تحسين المزاج بشكل جيد ممتازة، تقتصر بس ما تقتصر الفوائد البسيطة عليها. الأغراض أكيد التجميلية في العديد من الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة المختلفة. هاي شيء جديد علي صراحة، أن أنا عارف أن القهوة يعني تعدل ولها استخدامات في التجميلية. هل كنت تعرفين هالشيء؟ أعرف طبعاً، هذه التخصص ذي الموضوع صوب البنات. خلنا نشوف هاي التقرير ونرجع مرة ثانية نتكلم فيه. لجمالك القهوة مع الحليب وزبدة الشيا. تعمل زبدة الشيا بشكل أساسي على التعامل مع الآثار التي تسببها الشمس على البشرة والحروق والإسمرار الناتج عنها. وفي هذه الوصفة قم بخلط كمية متساوية من القهوة المطحونة والحليب وزبدة الشيا. قم بتوزيع الخليط على البشرة مع التدليك الجيد لبضع دقائق، ثم اتركه 15 دقيقة. بعدها يتم تنظيف البشرة بالماء البارد، ومن ثم ترطيبها بالكريم المرطب المناسب لك. مقشر القهوة للبشرة الدهنية باستخدام القهوة مع ماء الورد. استخدام ماء الورد على البشرة له فوائده المتعددة لخصائصه المضادة للالتهابات والمعروفة لعلاج تهيج الجلد وحب الشباب، وهذا بالإضافة إلى أن ماء الورد منظف ممتاز للبشرة ويساعد على إزالة الأوساخ والزيوت التي تسد المسام. في هذه الوصفة يتم خلط ملعقتين كبار من القهوة المطحونة، 4 ملاعق صغيرة من ماء الورد. قم بتوزيع الخليط على البشرة مع التدليك الجيد لبضع دقائق، ومن ثم تركه ل10 دقائق. بعدها يتم تنظيف البشرة بالماء البارد، ثم ترطيبها بالكريم المرطب المناسب لك. القهوة مع بياض البيض. يعمل بياض البيض على شد البشرة وتقليص المسامات الواسعة والتقشير إلى جانب دور القهوة الرائع. في هذه الوصفة قومي بخفق بياض بيضة واحدة بحجم متوسط، ثم قومي بخفق 2 ملاعق من القهوة المطحونة وامزجي الخليط جيداً. قومي بتوزيع الخليط على البشرة مع التدليك الجيد لبضع دقائق. تترك هذه الوصفة على البشرة إلى أن يجف بياض البيض، ثم قومي بتنظيف البشرة بالماء البارد وترطيبها بالكريم المرطب المناسب لك. لجمالك. خلونا ننتقل لفقرة الطبخ على الهواء. الأكل الهندي معروف بأنه لذيذ وشهي، ويرجع سبب لذته لكثرة البهارات الموجودة فيه والمشهورة بهالهند مثل التندوري. أكيد اليوم بتقدم لنا الشيف فجر المنصوري تندوري الربيان بطريقة عمل سهلة وسريعة وأكيد لذيذة. يا هلا فجر الشيف فجر. صباح الخير شيف. أهلا صباح النور. الله يسلمك، نورتنا اليوم. في البداية شنو بنحتاج من مكونات للطبق اليوم؟
اليوم احنا بنحتاج الربيان اوكي وشويه ثوم تمام وبهارات التندوري موجوده في جميع السوبر ماركتات مو ضروري انتم تسوونها في البيت مع خل عنب وزيت زيتون يلا هذه حق الربيان ايه اوكي بروويكم الطريقه الحين ببدي بحط شويه من التندوري لا تزيدون لان التندوري شويه حار اذا تحبون الحار زايده وبعدين تحطون رشه زيت زيتون لان بتشفونه وما تبونه يلصق اوكي مني انا بستخدم خل العنب خل العنب شويه في سويتنس في حلاوه شويه فاستخدام خل العنب وايد حلو وبحط شويه ثوم زين شيف في طريقه معينه تتبعينها في تنظيف الربيان حق هذه الطبق لا هذه عادي يعني ما في مثل ما يقولون قصه معينه لا هاي تقدرون تسوونها بالقشر وبدون القشر مني انا حطيت معاش بند وببدي اخلطه وبحطه انا مني شواية جاهزه عندي بس هذه بخلطه وبحطه تقريبا ربع ساعه لين ما ياخذ النكهه اوكي انا مني طبعا مجهزه من قبل والشوايه صارت عندي حاره تمام باخذها برش عليها النون ستيك اويل عجيب صحي يعني ما في وايد دهن عشان اي عشان بس ما يلصق وهاي الدهن زيرو فات طبعا شفاجر احط الربيان شفاجر يعني هذه حق طبعا الغداء والعشاء الغريوق ما يصلح ربيان ما ادري كيف كل واحد يعني انا بالنسبه لي إيه؟ الواحد ياكل اللي يشتهي صح بس يعني احنا يمديهم ياخذون الربيان فريش وينظفونه ويجهزون الطبق ذي حق الغداء اليوم فريش ما في الحين لا ياكلون ترى الحمد لله تعالوا صدق فريش ما في في ثلج في مثلج الحمد لله حكومة البحرين وايد مدققة على هاي الأشياء صح. لأن حفاظا على البيئة وحفاظا على منتوجاتنا احنا كبلد سووا هاي الريستركشن عشان يبقى عندنا وما يندثر صح عشان نحافظ على الثروة السمكية والبحرية هاي خطوة جدا ممتازة الطبخ الشيف راح يكون داخل الفرن أو على الصاج راح تطبخينه اليوم على الصاج طبخت على الصاج الدخل صح كان حطيته عشان سايد بسوي معاه ذبحني الدخان اذا عندي ثلاث ملاعق مايونيز عاديه تمام بحط معاه بصل مفروم ناعم فهو طبعا الربيان حطوا عينكم عليه لانه ما ياخذ ازيد من ثلاث دقائق مني ذبحنا الدخان ما تشوفين شاوشة مني عندي اكل احطها بدلني عني انا غلطانه حطيتها يمي زين مني عندي خل مقطع خل المقطع زين مع ماي الخل بحطه كامل طبعا وببدا اخلطه الكمية تكفي شقد لازم كمية حق كم شخص يعني تكون بو عندك انت ما شاء الله الدخان وصل فوق اي مشوي لو اوريدي برز يعني خلاص يعني الريحة وصلت للجيران الحين اي لا انفضحنا من الصبح حلو انه بيصير في الربيون طعم المدخن صح ايوه بالضبط انا برز عندي تقريبا الربيان ما ياخذ فلا تخلونه مده مني عندي ثرثر قاعده تبرز بس تقرب الربيان جهز عندي حلو ما ياخذ وقت احلى شيء ان الربيان ما ياخذ وقت في الطبخ سريع بالضبط ثلاث دقائق قالت تحطه ما تطول في الطبخ عشان ليش يمكن يحترق ولا الطعم راح يتغير يصير كنا ربر يصير نفس الربر احنا ما نبي هاي التكستشر اوكي شيف احنا دائما نسمع عن تندوري الدياي فشو الفرق بين تندوري الدياي والربيان صح
صح لحظة شوي خلا بس أشيل دي عشان توقف الكحة. أوكي الفرق بين تندور الدياي والربيان ولا شيء؟ نفس الطريقة. يعني نفس الطريقة نفس الشيء بس الفرق في الوقت. هذه ينطبخ أسرع هذا لا. عشان كذي يمكن خليجة ما تحب الطبخ. عشان لا تكحكحين كذي. لا انا احب الطعم بس على المزاج. اوكي يعني جربين دائما. لا شوف بقول لك سالفه التكحكح الحين انا لان مو بمبطله القزوز فان فالدخان عندي ما قاعد يطلع عشانكم هاي الكحه يعني. يعطيك العافيه اكيد. الله يعافيك. فعندي برز صلصه الزعتر اللي سويتها اللي هي مايونيز مخلل وبصل. طب اخليها نوجه اكيد تحيه لكل الامهات اللي في البيوت يعانون كل يوم يطبخون ويوقفون في الحار اكيد عشان احنا ناكل ونستانس ونشبع فهذه شيء نوجه لهم تحيه اكيد ونتمنى لكل الامهات يكونون يعني في افضل صحه وعافيه ان شاء الله يا رب يا رب الله يحفظ لكم كل امهاتكم وقهوه برز عندي شلون سريع ما شاء الله يا سلام. لذيذ صراحه يبين وقه يا سلسة سرطار وبرز وسريع وسهل وما في حجة إن الواحد يقول أنا ما عفض بس طرشي طلبية للستوديو بحط لكم أنا في واحد من الابليكيشن تطلبوا من عندي خلاص إن شاء الله أكيد لازم أكيد الشيف فجر المنصوري شكرا لك على تواجدك اليوم وعلى هاي الطبق اللذيذ شكرا لك شيف فاصل سريع مشاهدينا ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات شمس البحرين لا تروحون بعيد مشاهدينا فترة الحمل تكون من الأوقات الجميلة في حياة كل أنثى وتحمل معها ذكريات فريدة وأيضا خاصة تغذية المرأة الحامل من العوامل المهمة جدا واللي يجب على الحامل توخي الحذر في نوع تغذيتها خلال 9 شهور علشان تكون في أفضل حال وقت الولادة الأستاذة أريج السعد أخصائية التغذية العلاجية بتعرفنا اليوم على أبرز المعتقدات الخاطئة عن التغذية في فترة الحمل صباح الخير صباح النور لين صباح النور طبعا اليوم ببتدي اجاريكم اليوم إيه طبعا موضوع يخصكم ولكن يتعلم لكن نبي نعرف لا رجل لا دور شنو تمر فيه الام يعني مهم يطلع الاب على هاي الامور اي فخلينا نتكلم اول شيء عن الاشياء الخاطئه او هل هي خاطئه او لا فهل الحامل لازم تاكل عن شخصين في فتره الحمل عشان انها يتعوض دائما الناس تفكر كذي انه يعني لازم تاكل بشكل وايد فهل هذه صح او غلط طبعا هذه من اكثر المعتقدات انتشارا شلون ان من تحمل الوحده إيه لازم تاكلين على اثنينه جنين واذا تفكرين فيها من ناحيه منطقيه معناته اذا كانت المراه تاكل 2000 سعره لازم تزيد بعد 2000 فتاكل 4000 سعره حراريه معناته انا ادخل المراه الحين في مشاكل صحيه اخرى زياده الوزن المفرطه اثناء فتره الحمل راح تدخل المراه في سكر الحمل ارتفاع معدلات الضغط وخطورة الإجهاض وحتى مشاكل أثناء الولادة الصحيح أن المرأة في أول 3 شهور من الحمل لا تحتاج زيادة في معدل سعراتها الحرارية عن ما هو الطبيعي يعني اللي المعدل السعرات الطبيعية اللي تاكلها هي نفسها راح تواصل عليها في 3 شهور الأولى أنزين أصلاً إذا بتفكرون فيها من ناحية عملية كم وزن الجنين أصلاً يكون أقل من وزن الريشة يعني فهل معقول بتاكل احتياج شخص بالغ؟ صح يبتدي على الثلث الثاني الثلث الثالث من الحمل فعلاً الاحتياج قد يزيد من العناصر الغذائية فبالتالي تزيد معدل سعراتها الحرارية عن ما هو طبيعي يعني إذا كانت المرأة مثلاً تاكل في طبيعتها تاكل حوالي 1700 سعره تزيد 300 سعره عن المعدل السعرات الحراريه
المتناولة اللي هي الطبيعية. تغير نظامها الغذائي مجرد بتزيد شيء بسيط يعني. طبعا لما أنا أتكلم عن أزيد معدل السعرات الحرارية عن طريق مو أني أبتدي أزيد السكريات وحلويات ودهون، إنما أزيد حصص البروتين في الوجبات، أزيد منتجات الألبان، حليب ألبان، أجبان قليلة الدسم، أزيد كمية الدهون الصحية في الوجبات، زيت الزيتون عن طريق الأفوكادو، المكسرات، الزيتون وخلال اليوم. فهذه هو المقصود فيه، ولكن مو تاكل عن اثنين. إنزين أستاذة، الحين في نسوان من أول ما تدري أنها حامل خلاص تبتدي تحاتي زيادة الوزن، توسوس لأم أخاف أم تاني يخترب جسمي، فشنو تقلل السعرات الحرارية كأنها تسوي رجيم على اساس ما تمتن في مرحله الحمل، هل هذا الشيء صحي؟ هاي يعني هاي ترى من الامن لا هاي يعني صراحه هي. ان حتى يجونا ناس حامل وتبي تسوي دايت شلون؟ لان شافت وزنها ينزل، طبعا وزنها سوري يزيد. هذه طبعا من الشغلات الخاطئه ان افكر اسوي برنامج حميه اقلل سعراتي الحراريه عشان وزني ينزل اثناء الحمل. طبيعي ان الوزن راح يزيد، بس اهم شيء انه يزيد الزياده الطبيعيه اثناء الحمل. لما انا اتكلم عن الزياده الطبيعيه طبعا انا ما اقدر اقول ما في ستاندر، في متوسط. احنا نقول احنا متوسط اللي يكون ما بين مثلا 12 ل 16 كيلو، لكن هذه يعتمد على وزن الام الاساسي قبل الحمل. يعني المراه النحيفه راح المفروض تزيد، طبيعي ان هي تزيد ما بين 12 ونص كيلو الى 18 كيلو، تختلف عن المراه اللي كانت قبل الحمل من اصحاب الوزن المعتدل او اللي احنا نسميه مثالي، زيادتها راح تكون ما بين 11.5 ل 15 كيلو. اما اللي عندها زياده بالوزن فمعدل زياده الوزن المقبول اثناء الحمل يكون ما بين 7 ل 10 كيلو، اما النساء السمينات يكون معدل الزياده حوالي ما بين 5 الى 9 كيلو، ما بين 5 الى 9 كيلو اثناء فتره الحمل. فهذه هو المقصود ان ازيد الزياده الطبيعيه، لكني انا افكر اني اقلل سعراتي الحراريه اقل من هو من اثناء اقل من هو المطلوب راح يدخل مرحله الجسم مرحله ما يسمى بمرحله التجويع، او ان لما تنقص السعرات الحراريه الجسم راح يبتدي يكسر الدهون كمصدر للطاقه، يطلق الكبد جزيئات تسمى الكيتون. ارتفاع الكيتون لدى الحامل راح يأثر على الجنين لأنه راح يسبب تلف في الدماغ، لأن الكيتون لا قدرة على اختراق المشيمة. يعني لا إفراط ولا تفريط، لازم بالضبط. يعني تراعي الأم هذا الشيء وتحاسب على جنينها، يعني من ما هو جنين على تغذيته وصحته. صح صح. زين أنا فترة حملي كنت كله أكل سلمون، أقول علشان إن الطفل يطلع ذكي، بس كانوا يقولون لي لا تاكلين سوشي، ان السوشي خطر على الحمل، فكلمينا عن هذه المفاهيم خصوصا في الاكلات البحريه وايد يكثر الكلام. طبعا بالنسبه للاسماك بشكل عام وايد ناس اثناء الحمل يجوني يقولون انا حامل اقدر اكل سمك. اولا كخيار صحي السمك من الخيارات الصحيه الممتازه. الاسماك بشكل عام تحتوي على بروتينات، تحتوي على دهون أو زيوت الأوميغا 3. الأوميغا 3 ضروري لصحة الأم ولصحة الجنين في نفس الوقت. ويطلع ذكي الجنين؟ لأن الأوميغا 3 خل بكلمك عن شلون هو مهم حق صحة الجنين. لأنه يدخل في تطور الدماغ، الجهاز العصبي لدى الجنين، يقوي الجهاز المناعي للأم الحامل، يساعد على تنظيم معدلات الضغط، يقلل احتمالية الولادة المبكرة اثناء الحمل. حلو. يساعد على التقليل من، لان مع الحمل يصير ايضا تقلبات كثيره بالمزاج، فيساعد على التقليل من تقلبات المزاج والاكتئاب اثناء الحمل. الموضوع كله يصير في انواع معينه من الاسماك اللي هي تسمى بالاسماك الدهنيه. احنا عاده هنا في الخليج نسبة الأسماك الدهنية بشكل عام أو الملوثة بالزئبق، لأن هاي الأسماك تحتوي على زئبق، لأن عادة تكون في قاع البحر، وقاع البحر الأماكن اللي تتركز فيها المعادن الثقيلة منها الزئبق، فقد تكون ملوثة بالزئبق. في الخليج أسماكنا يعني نسبة التلوث فيها جدا 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 ضئيلة. شنو هي الأسماك؟ السلمون، التونة،
هي أسماك دهنية لكن هي تحتوي على قيم غذائية جدا عالية ونسب أوميغا 3 جدا مرتفعة. فعندك السلمون، التونة، البلطي، المكرل، السردين. ما نوقف لكن نقلل، نخلي معدل استهلاكنا في الأسبوع 140 جرام. لما أتكلم عن 140 جرام يعني حجم كف اليد وجبة تقريبا واحدة، يعني 140 جرام في الأسبوع يعني أقدر أخليها يعني مثلا حجم كف اليد تقريبا مرتين بالأسبوع كوجبة. حلو. لكن بالنسبة إلى السوشي، ما السوشي، السوشي الموضوع قصة ثانية، يحتوي على أسماك غير مطبوخة، والحامل يجب أن تتجنب الأطعمة الغير مطبوخة أو الغير معرضة إلى الحرارة مرتفعة. بعد في أشياء أطعمة مبردة مثل الأناناس، الباباي، الموز الأخضر، يعني شلون تأثير على الحامل؟ هاي يعني من الشغلات اللي منتشرة إن إذا روحت حامل لا تأكلين أناناس لأنه راح يؤدي للإجهاض، لا تأكلين تمر راح يؤدي للإجهاض. خلينا نتكلم عنهم واحدة واحدة. الأناناس يحتوي على أحد المواد اللي تساهم في ترطيب عنق الرحم، فقد تؤدي إلى حدوث تقلصات في الرحم خصوصا في الأشهر الأولى. لكن الدراسات قالت إذا تم تناوله بكميات كبيرة، يعني معدل 7 ل10 حصص في اليوم، ما أعتقد أحد بيأكل 10 ل7 حصص في اليوم أناناس، يعني 7 ل10 أكواب أناناس في اليوم. فالمطلوب الاعتدال، إذا تم تناوله باعتدال فالنسبة جدا ضئيلة إن هي تسبب هاي المضاعفات. البابايا نوعين، في الناضي وفي الأخضر أو الغير ناضي. الناضي ما في إشكال منه، أما الغير ناضج أو الأخضر في يحتوي على مادة أيضا تسمى البابين، هي المادة هذه بعد نفس الشيء تحفز على تقلصات الرحم، ممكن تسبب جفاف. كذلك الموز الأخضر ممكن تسبب الإجهاض، كذلك الموز الأخضر نفس الشغلة. فيفضل أن تجنبها أثناء الحمل. إحنا أنظمتنا الغذائية في البحرين، إحنا مو من الشعوب اللي تأكل موز أخضر في الأكل باستمرار، أو اللي يضيف البابايا الخضراء باستمرار في الأكل، جدا جدا قليل يعني. نعم. بالنسبة للتمر، للتمر هو الأكثر انتشارا. كنت بقول لك التمر وماي الورد، حتى ماي الورد منعونا عنه. لا لا لا، ما في أي مشكلة. في بعض فعلا بعض الأنواع من الأعشاب اللي يفضل الحامل إن هي تتجنبها، وهي متداولة صراحة، منها شاي النعناع. هذه فعلا يفضل في أشهر الحمل الأولى إن الحامل تخفف منها أو تتجنبها. عندك الميرامية، من الشغلات اللي يجب إن الحامل إن هي تحاسب لها في أثناء فترة الحمل. بالنسبة إلى التمر هو أكثر انتشارا عندنا إحنا. يجونا نساء كثيرات يسألون إن هل التمر يسبب إجهاض خصوصا الحوامل؟ أولا إحنا دائما نشجع على الاعتدال. التمر دراسات ما أثبتت إن فيه الأول الشهور الأولى من الحمل راح يسبب إجهاض، فيجب تجنبه، ما في دراسة أثبتت. إنما إحنا دائما نشجع الحامل على الاعتدال في كميات تناول التمر أو في معدلات تناول التمر أثناء الحمل، خوفا من الإصابة بسكر الحمل. فلذلك إحنا ننصحهم بأن يتناولوا الكمية المعتدلة اللي هي مقدار حصة، يعني خلينا نقول ما بين 3 إلى 5 حبات في اليوم في خلال نظامهم غذائي في أشهر الحمل الأولى. أيضا هو التمر يحتوي على العديد من المواد الغذائية، وفيها أيضا الألياف اللي تساعد على حركة الأمعاء، فبالتالي تقلل من احتمالية حدوث الإمساك خصوصا في بداية في الأشهر الأولى من الحمل. أيضا نتيجة تغير الهرمونات المرأة تكون ما بين حالات إسهال أو حالات إمساك. صح. في الأشهر الأخيرة خصوصا في 4 أسابيع الأولى نشجعهم إن إذا كانت المرأة الحامل تأخذ في اليوم 2 ل3 فاكهة، تخلي حصة منهم تمر.
حوالي يعني نقول 5 إلى 3 حصص، اذا خصوصا اذا كانت المراه طبعا يعني تختلف الكميه على حسب، اذا كانت المراه مصابه بسكر الحمل فنقول لها حصه واحده من الفاكهه في اليوم تقدرين تخلينها 3 فردات تمر، وخمسة إذا للنساء اللي ما عندهم سكر حمل، لأنه فعلا يحتوي على خصائص تسهل الولادة، ترطب عنق الرحم، فيها مواد تساعد على سرعة الولادة لأنها مواد لها خصائص انزلاقية، فتقلل فترة المخاض. نعم فعلا التمر يعني وايد مفيد. استاذة في أطفال يولدون عندهم حساسية من الحليب نفس عيالي، وفي أطفال يولدون عندهم حساسية من المكسرات الفول السوداني وغيره، فهل تغذية الأم في هذه الفترة؟ بقول لك أنت السبب لأنك أنت ما وقفتي حليب. لازم توقفين هذه المنتجات صح ولا لا؟ في هناك فكرة خاطئة أن عشان الطفل لا يصير حساسية لازم الأم من تحمل توقف الأكل اللي هما يدخل ضمن الأغذية المحفزة للحساسية، بس هو الطفل بشكل عام اللي هي التمر اللي هي المكسرات المنتجات الخبز فوقفي عشان الطفل ما يصير فيه حساسية. لا الطفل ما راح يصير فيه حساسية لأن الأم كلت الأكل هاي الأنواع من الأكل اللي هي قد تكون أغذية حساسية إذا الطفل أصلاً ينولد وما عنده حساسية. إذا الأم ما عندها حساسية فتأكلها عادي، بالعكس الدراسات أثبتت أن تناول الأم للأغذية الغنية بالمكسرات ومنتجات القمح الأسمر في أشهر الحمل الأولى والحليب يقلل احتمالية الإصابة بأمراض الحساسية والربو في مرحلة الطفولة. صح. الطفل ما راح يصير فيه حساسية لأن الأم كلت أو شربت نوع معين من الأكل ولا غذاء معين، إلا إذا الطفل عنده حساسية وتحسس أصلاً من هاي النوعية من الأكل. يمكن تكلمنا عن شقد أهمية التغذية حق الحامل، فنتكلم يمكن عن تغذية الرجل ما قبل الحمل، شقد مهمة تغذية الرجل ليمكن محافظة على صحة الجنين. هاي كان نقاشنا لما قلت لي أنت أنا اليوم قلت لي أنا اليوم ضايع. يعني إيه ضايع خلاص ضايع. يعني حمل فبعد الريال لدور يعني. آخر الدراسات وهذه يعني طبعاً هاي بروحها يبي لها حلقة خاصة بس آخر الدراسات أثبتت أن اتباع الرجل لأنظمة غذائية صحية قبل فترة حمل المرأة يساهم أيضاً في ضمان سلامة الأجنة الجنين نفسه. يعني هناك في اعتقاد شائع أن المرأة الحامل دائماً تحب تأكل الأشياء الحامضة المخللات الزيتون، فيعني كلميني عن ذي الموضوع، هل يأثر مثلاً على صحة المرأة؟ الاعتقاد الشائع اللي أن إذا المرأة أثناء الأشهر الأولى من الحمل اشتهت الأكل المالح أو الحامض معناته هي حامل بولد، وإذا اشتهت الأكل الحلويات والسكريات فهي بنت، وهذه طبعا اعتقاد ما له أي علاقة بالصحة. المرأة بشكل عام فترة الحمل أشهر الحمل الأولى تزيد شهيتها نتيجة أيضا لتغيرات هرمونية كثيرة ومنها أيضا هرمونات منشطة أو محفزة على الشهية، هذه تؤدي وتنفرز من الدماغ، فهاي السبب ان ليش المرأة تشتهي انواع معينة من الاكل بسبب زيادة افراز احد انواع الهرمونات المحفزة للشهية فقط، ما له علاقة لا بنت ولا ولد ولا علاقة بتحديد نوع الجنين اذا كلت هاي النوعية من الاكل. أستاذة أريج السعد نورتينا اليوم، معلومات مهمة ورديتيني حق فترة جميلة في الحياة. منصدم أصلا أنا من كمية المعلومات اللي الناس ممكن مفتكرتها أنها صح، وفي أكثر شيء تكون وفي أكثر عكس هذا الكلام في أكثر يعني الحديث بقية يعني النقاط أو اللي ذكرتوها كلها ما هو منتشر لكن في بعد أكثر. نقطة في بحر إيه يعني نقطة في بحر يعني أوقات يجون ناس موقفين البيض أو اللي موقفين الكركم في أثناء الحمل لأن الجنين يتغير لونه أو يأثر على لون الجد، نسمع أشياء كثيرة صراحة. أكيد شكرا لك وأريج، وإن شاء الله الناس استفادت من هذه المعلومات. طيب. شكرا لك. شكرا. شكرا. أكيد مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات.
عودة من بعد الفاصل. انطلق التسجيل المعسكر الصيفي السنوي في نسخته 12 واللي يستهدف 400 مشارك من الذكور والإناث من الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة في الأكاديمية الملكية للشرطة وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين. نعم محمد، والمزيد من التفاصيل يسعدنا أن نستضيف النقيب زينب المهيزع ضابط البرامج والتنسيق بالمعسكر الصيفي. صباح الخير. صباح النور. يعني في البداية مثل ما عرفت أن المعسكر انطلق في عام 2009، فشنو أهدافه؟ المعسكر الصيفي انطلق في 2009 بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. أهدافه كثيرة، أختصرها في تعزيز المواطنة والهوية الإسلامية، إضافة تعزيز اللغة العربية، تنمية المهارات القيادية، المهارات الحركية كذلك، اكتشاف المواهب، وتعزيز كذلك ارتباط المشاركين بمجتمعهم. فهذا يعني إيجاز عن أهم أهداف المعسكر. طبعا ما شاء الله معسكر صيفي وايد مهم ولأهداف كبيرة. شنو هي البرامج اللي راح تقدم للمشاركين في هذا العام؟ طبعا البرامج كثيرة وحاولنا نكيفها مع الوضع الاستثنائي حاليا. البرامج فيها أنواع كثيرة، برامج لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، برامج لها علاقة بتنمية وتعزيز الانتماء، برامج لها علاقة بأسس الذكاء المالي، كذلك برامج لها علاقة بإعداد سفراء رقميين، لها علاقة بالتنمية المستدامة وكذلك استشراف المستقبل. كل هذه لإعداد كوادر بحرينية في المستقبل يعني تولي المناصب في هذا المجال. نعم، شلون أثرت جائحة كورونا على إقامة جائحة كورونا؟ طبعا أثرت بشكل عام على جميع البرامج، جميع دول العالم. طبعا الجانب السلبي فيها أو أول تأثير عليها أن احنا توقف عندنا المعسكر لأول سنة منذ انطلاقته في 2020، ولكن احنا عوضناه يعني مسبقا بإعداد معسكر ربيعي في يناير 2020، ولكن مع زيادة عدد الحالات والإصابات وتوسع اللي هو الإصابة توقف المعسكر الصيفي، ولكن استغلنا احنا هذه النقطة الإيجابية في دراسة الجوانب، طرق التنفيذ حق المعسكرات اللاحقة، كيفية تنفيذها، شنو التكنيكات يعني لتحقيق المعسكر القادم. فكانت هذه يعني الأثر بين إيجابي وسلبي. حلو. شلون كان يمكن تقبل المشاركين في البرامج وفي طبعا هذه المعسكر، خصوصا أنه كان عن بعد؟ عن بعد طبعا هاي تجربتنا الأولى والتحدي الكبير لنا. طبعا احنا كان هذه هاجس ان كيف ان المشاركين اوريدي كان عندهم تجربة تعليمية عن بعد، فكان الخوف ان ما يكون في اقبال على هاي التجربة، ولكن والحمد لله مع بداية التسجيل الشواقر كلها انتهت في اول يومين للتسجيل، والاتصالات انها زيدوا اعداد المقبولين. كلنا بنشارك، خصوصا ان المعسكر احنا قلنا 12 سنة، ف عارفين هم وعندهم الثقة، خصوصا اولياء الامور عندهم ثقة بهاي المعسكر واهدافه والتجارب اللي بمرون فيها ابنائهم. نعم، شلون طريقة التقديم يعني للمعسكر؟ شلون ينضمون للمعسكر؟ طبعا المعسكر في هذه السنة كان في اعداد لموقع الكتروني وبعد لمراعاة الإجراءات الاحترازية. قبل كان يكون ورقي بالتعاون مع المحافظات الأربع، والمحافظات الأربع أمانة دعمت كل المعسكرات، متعاونين يعني كانوا جدا متعاونين جدا، ونوجه لهم كل الشكر والتقدير. ولكن هذه السنة توجهنا إلى الجانب الإلكتروني والتقني بشكل أكبر، وتحولنا إلى إعداد موقع إلكتروني خاص بالتسجيل وخاص بجميع فعاليات ومراحل المعسكر من تنفيذ إلى إعداد. حلو.
شنو هي البرامج اللي مقدمة اللي تعزز في القيم والولاء في والانتماء طبعا للوطن فيها من خلال هذه المعسكر؟ طبعا هذا الجانب هو جانب متنوع، والمعسكر الصيفي مو الجهة الوحيدة، هي منظومة تقوم فيها جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق هذه المجال. فالمعسكر الصيفي عنده خطتين. أي. الخطة الأولى في برامج مباشرة بتعزيز الانتماء والولاء، برامج لها التركيز على هذه اللي هو القيمة، مثل أنت كفو، أنت بحريني، افتخر بأنك بحريني. تكرار هذه الكلمات تعطيهم الانتماء. أكيد. والنعم فيك، أنت بحريني. هذه النقطة الأولى أو المسار الأول. المسار الثاني هو المسار الغير مباشر من خلال الفعاليات اللي تنفذ في البرامج الثانية، فعاليات خلينا نقول تشارك فيها، فيها فعاليات تعلم ذاتي، فيها اتصالات يعني خارج وقت البرنامج، عشان بعد كذلك نعزز مبدأ التعايش وتقبل الطرف الآخر وتعزيز المواطنة بشكل أساسي. نعم، سمعنا منك هذه العبارات الجميلة طبعا اللي تزيد الولاء والانتماء وتعزز الروح الوطنية عند النشأ. بس إذا بنتكلم عن المواد الحديثة، هل فكرتوا أن أنتوا تضيفون مواد حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيره؟ طبعا في كالذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرتي أختي، الذكاء الاصطناعي احنا بدينا فيه في 2019. حلو. ولكن كانت الجرعات اللي هي التدريبية أقل من هذا العام. فالذكاء الاصطناعي والبرمجة والبلوكتشين وكذلك الأساسيات في هذه العلوم احنا بديناها في 2019 وزدنا جرعاتها في 2020، وكذلك الحوسبة السحابية. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية، أضافنا كسوق العمل طبعا صندوق العمل تمكين أعطانا دراسات عن سوق العمل وشنو يحتاج، كذلك التحديات اللي تواجه الشباب. أضفنا مجال له علاقة بعلوم الفضاء والتكنولوجيا، تكنولوجيا الفضاء، اكتشاف المريخ. حاليا هاي مسارات جديدة. النقطة الأخيرة هي السلوكيات، الجانب السلوكي للتطبيقات الإلكترونية، أخلاقيات الإنترنت، الممارسات الصحيحة، كيف أنت تستخدم هذه كلها التطبيقات في جانب تنمية المجتمع، في جانب الاختراعات، وبهاي الصورة أنت تعد كوادر وقادات مستقبلية في جانب التقني. صحيح. شلون يمكن بعد يتم تقييم المعسكر ما بعد المعسكر؟ شلون يتم تقييم الخطط والبرامج اللي تم تقديمها في العام؟ طبعا احنا من انطلاقته في 2009 كان عندنا فريق متخصص بالتقييم. الفريق التقييم بشكل عام يقوم بتقييم جميع المراحل من التسجيل، التنفيذ والتخطيط، وجميع الفعاليات. أمانة يقوم بعمل جبار، إنه هو كل فعالية تقام في المعسكر كل يوم يقيمها. حلو. ويقوم كذلك بالنهاية بتقييم مؤشرات الأداء اللي هو المتوقعة، ويعطينا أمانة المؤشرات اللازمة أو فرص التحسين للمعسكرات اللاحقة. فهذه كلها هو يعني نقول هو أساس للمراحل القادمة للمعسكر. جميل جدا، يعني متابعة مستمرة على أساس أن أنتم تطورون تطوير البرامج. أيوة. أكيد. برامجكم وخططكم. يعني النقيب زينب المهيزة اليوم قدمتي لنا معلومات حلوة عن المعسكر، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. معسكر جميل، نتمنى لكم كل التوفيق. أكيد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل، ما زلنا نحتفل بالنجاحات والتفوق الدراسي لهذا العام، بالذات إذا كان التفوق يعتبر إنجاز وتجاوز لبعض الصعوبات. ضيفتنا اليوم أماني حسن، سيدة تحدت الظروف وتفوقت بمعدل 97
1.3 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك نحسدك ما شاء الله ايه. في البداية أول شيء منورتنا وأنا فخورة فيك كمرأة بحرينية أن أنت تحديتي كل الظروف ووصلتي أنا أكثر طبعاً شنو اللي خلاك عقب هذه السنين أن أنت توصلين دراسة؟ لأن شفت أن قاعدة الدنيا قاعدة وايد تتطور إيه فلازم الواحد يحتاج أن يجدد معلوماته يعني قاعدة أشوف إن الحين الجيل اللي قاعد ياي كله متطور وايد وقاعدة تنزل دراسات وتنزل بحوث وتنزل أشياء واجد وأنا من أنا طبيعتي أحب يعني أتابع الثقافة وأحب إن أقرأ وأحب إن أتعلم ولاحظت إن في أشياء قاعدة تصير إحنا جيلنا ما نعرفها فأردي شفت إن عندي مجال عندي شوي فراغ قلت ليش ما اكمل فرحت وقعدت ادرس واواصل يعني وقت اللي عندي يعني وقت اللي عندي عقب ما اخلص اقعد يم اللابتوب وادش على المواقع المنتديات انزل ملخصات وقعد ادرس يعني رحت المدرسه وقالوا ان بما اني دفعه قديمه تسعينات فايش اسمه حتى في كم واحدة من الصديقات قالوا يعني إن المناهج كلها جديدة إحنا ما درسناها كلها غير فصار الشيء كله ذاتي يعني تعرفين إن ما كان في مجال حق المناز يعني طالبات اللي يدرسون في البيت ما يقدرون يدشون أونلاين ولا شيء وكان كل شيء بروحنا عقب ما طلعت النتيجة يعني أنا ما توقعت أنني باجي بهذا المعدل تعرفين يا العمر قلت يمكن مخ الإنسان يكبر وكذي فمن كذي جبت هذه النتيجة بالعكس أنت يمكن أثبتتي أن ما في شيء متأخر إذا واحد حط في باله شغلة حتى لو كان هو طافته إذا حط في باله هذه الهدف وهذه الشغلة وتعب عليها وسهر وقعد يعني يمكن مثل أيام وليالي يسهر على هذا الشيء وتخطى كل الظروف الصعبة ممكن يوصل للهدف وهذه أنت أكو دليل موجود عندنا قدامنا أكيد في ناس حي. يمكن أماني ساعدوك في أنك أنت توصلين للهدف أو تفكرين حتى أنه أنا أبي أرجع للدراسة مرة ثانية مين الأشخاص اللي حولك اللي أعطوك الدافعة وخلوك أنه قلتي خلاص أنا راح أرجع لأدرس مرة ثانية هو في البداية ما حد كان